واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات طلاب جامعة الجزيرة نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا وإياكم في هذا المكان على ذكره نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا غدا في الفردوس الأعلى إلى جوار نبينا عليه الصلاة والسلام مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبعد عنوان هذا اللقاء قول الله تبارك وتعالى من سورة الزمر بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وهذا العنوان من هذه الآية جاء ردا على المشركين الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وساوموه على أن يعبد معهم آلهتهم فجاء الرد من الله تبارك وتعالى وبداية الآية قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فهذه الآية رد على هؤلاء الكفرة الذين ساوموا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعبد معهم آلهتهم وفي آية وفي سورة أوضح من هذه يحفظها الكبير والصغير قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين فقضية التوحيد قضية مفصلية أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده وأن تترك عبادة ما سواه هذه لا مجاملة فيها ولا محاباة فيها ولا مداهنة فيها لأحد من الناس كائنا ما كان فالله تبارك وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بل الله فاعبد بل الله فاعبد قال أهل التفسير ومنهم ابن كثير قال بل الله فاعبد أي أن يوحد الله تبارك وتعالى ويصرف له أنواع العبادة ونقل أيضا أهل التفسير بل الله فاعبد أي بل الله فوحد وقال العلامة ابن عثيمين بل هذه للإضراب قال والإضراب على قسمين قال إضراب إبطال وإضراب انتقال وما جاء في هذه الآية هو إضراب إبطال يبطل ما قبله من الكلام أي من دعوى المشركين بأن يعبد النبي عليه الصلاة والسلام معهم آلهتهم
فربنا قال له بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعبده حتى يأتيه الموت، قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي عليك أن تصرف جميع عباداتك يا محمد لله تبارك وتعالى إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. وهذا العنوان هو أساس دعوة الأنبياء والرسل، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ومعلوم لدى جميع الناس الذين يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل أمر في كتابه العزيز بأن يعبد وحده سبحانه وتعالى وأن تترك عبادة ما سواه. لذلك بعث الله عز وجل رسله عليهم الصلاة والسلام لكي يخرج العباد وينقذ العباد من عبادة العباد ومن عبادة الأوثان ومن عبادة الأشجار والأحجار والكواكب والنجوم والأصنام والملائكة والرسل إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تبارك وتعالى أيضا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن قرأ القرآن يجد أن الله عز وجل يأمر بالعبادة في مواضع شتى من كتابه. يأمر بالعبادة في مواضع كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، قال الله تبارك وتعالى في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله عز وجل أيضا في أول نداء من سورة في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله عز وجل أيضا مبينا الغاية والحكمة التي خلق الله عز وجل من أجلها الجن والإنس، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقنا الله عز وجل إلا لعبادته. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت على التوحيد والمتابعة. العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت على التوحيد والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل ربط متابعة النبي عليه الصلاة والسلام بالإخلاص، فالعمل إذا كان خالصا ولم يكن على السنة فهذا مردود، وإذا كان على السنة ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد من الأمرين، يعني لا بد من الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام.
فنقول بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا الخطاب من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال أهل التفسير أيضا هذا فيه التعريض للأمة من خلفه ومن بعده، وأن الخطاب لهم لأن الأنبياء عصمهم الله عز وجل من الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا من باب التحذير للناس بأن من عبد غير الله عز وجل وأشرك بالله تبارك وتعالى فإن أعماله حابطة ولا وزن لها ولا قيمة لها، كما قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله عز وجل أيضا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل أيضا مبينا بأن العبد يخلص لله عز وجل فقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وهذه الجملة أو هذه الآية المتأمل في هذه الآية يجد أن الله عز وجل خاطب النبي عليه الصلاة والسلام بالآيات التي قبلها بقوله ولقد أوحي إليك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت أي أطعت هؤلاء في زعمهم وفي دعواهم وحاشاه ليحبطن عملك. ويعلم أن الشرك يحبط الأعمال، من هذه الآية يعلم أن الشرك يحبط الأعمال. لذلك قال الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. لأن هذه الوجوه لم تخلص في عباداتها لله تبارك وتعالى، لذلك وجب عليها أن تدخل النار. والعبادة عرفها العلماء قالوا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة من العبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، وكذلك الحج عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل، وكذلك الزكاة عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل، والدعاء عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى. وصرف شيء من هذه العبادات لغير الله عز وجل فهذا شرك بالله عز وجل أكبر، يورد صاحبه النار ويجعله خالدا فيها مخلدا عياذا بالله. فاسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة الظاهرة كالصلاة والحج والطواف وغير من العبادات الظاهرة والركوع والسجود، هذه عبادات ظاهرة. وهنالك عبادات باطنة
كالتوكل والخوف والرجاء والإنابة والخشوع، هذه عبادات قلبية الإنسان يصرفها لله تبارك وتعالى، ولا يصرفها لأحد، لا لميت ولا لصالح ولا لطالح ولا لملك ولا لجن. والمتأمل في واقع الناس اليوم يجد أن كثيرا من الناس عبدوا غير الله تبارك وتعالى وصرفوا لهم أنواع العبادات. تجد بعض أصحاب الطرق المنحرفة والطرق الضالة والطرق الملتوية الطرق المتصوفة، هؤلاء صرفوا عبادات لغير الله تبارك. ومن أعظم هذه العبادات التي صرفها هؤلاء لغير الله ولشيوخهم ولساداتهم عبادة الدعاء، عبادة الدعاء. ومن استمع إلى أشعارهم يجد هذا الأمر ظاهر، ومن قرأ كتبهم يجد هذا الأمر ظاهر، يعني واضح ما في شك، ما في زول بغالي تقول ليك الناس ديل الكلام ده ما حقهم. سطروا كتب وألفوا قصائد ولحنوها وطلعوا على الناس في الأسواق وطلعوا على الناس في المكتبات وغيرها عشان الناس يسمعوها. والله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: بل الله فاعبد. قال له: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أي بعد توفيق الله تبارك وتعالى له لك بأن أفردت الله عز وجل بالعبادة، عليك أن تشكر هذه النعمة، لأنه أكثر الناس اليوم إلا من رحم الله يصرفون هذه العبادات لغير الله. فمن وفقه الله عز وجل ومن وفقها الله سبحانه وتعالى وتعلمت العقيدة والتوحيد، عليها وعليه أن يشكر الله تبارك وتعالى، لأنه دي نعمة كبيرة جدا. أكثر الخلق ضلوا عنها، أكثر الخلق ضلوا عن هذه الغاية التي خلقهم الله عز وجل من أجله. وانظر إلى مقابر المسلمين، ما من مقابر ونحن جايين بأبو حرازة السبعين صواريخ ما موجهة لله تبارك وتعالى. القبب دي بانينها تراث؟ ما تراث، عندهم فيها عقائد وعندهم فيها اعتقاد أن أصحاب هذه القبور وهذه القباب ينفعونهم ويدفعون عنهم الضر ويكشفون عنهم الكر ويملكون لهم الذرية ويوسعون لهم في الأرزاق. عشان كده عندهم مواسم. ما سمعت كلامهم؟ قال: إن فاتك الحجاز الحق أبو حراز. يعني إن فاتك الحج هناك في مكة تجي تحج في أبو حراز. والشاعر قال: زيارته حجة ورؤياه عيد. قال: لو شفت الشيخ كأنك حجت، ولو شفته ده يوم العزات. وهذا هو والله الذي لا إله غيره، لو عرض على أبي لهب وأبي جهل لضحكوا من هذه السخافات ومن هذه الخرافات. وما تتخيل الكلام ده بيعتقدوا جهال الناس، دكاترة، دكتور تلقى في الجامعة، في جامعة ولا في كلية من الكليات عقيدته خربانة، يمشي القبة يدردك زي الشافع ولا زي الدحش بتاع الهبود. بتعرفوا دحش الهبود؟ في ما بتمردغ إلا في محل الكوشة الحرقوة. والله ديل زي ما قال ربنا: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. زول يخلي الحي يمشي لميت، ده ما بتلقى فيه وصف زي ما قالوا ربنا: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل
سبيله، لانه ما بتلقى لك حمار لا في طائف لا بيقبه، ولا بتلقى لك غنمايه طائفه بيقبه، ولا بتلقى لك كلب معلق له تميمه. شد بيسوي بني ادم الدكتور؟ ما سمعت الدكاتره في نورمال الساميه وغيرها من الجامعات؟ الميت يطلع من قبره ويرجع تاني. عندنا شيوخ بينزلوا المطر، ديل دكاتره، ديل دكاتره. فهذه العقائد منتشره بين الناس في الاشعار وفي القصائد وفي الكتب المشهوره التي صنفها اصحاب هذه الطرق، وحاربوا فيها دين النبي عليه الصلاه والسلام الذي قال الله عز وجل له: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالله عز وجل يأمر النبي عليه الصلاه والسلام بأن يعبده ويصرف له انواع العباده من دعاء ورجاء وتوكل واستغاثه ونذر وطواف وحلف وغيره من العبادات، وهذا حق الله عز وجل لا يشاركه فيه احد. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما كان معه على الحمار، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده حق الله، إنه الناس تعبدوا ما تشرك به شيء. وربنا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فمن أشرك فهذا لم يعبد الله تبارك وتعالى. عشان كده ده حق الله، وهذا من أعظم الحقوق التي ينبغي على الدعاة وعلى طلاب العلم وعلى عامة الناس أن ينشروها. الليلة الناس بتدافع عن حق معارف، حق الهرة وحق الايه وحق وما حقوق كثيرة، أما الذي يدافع عن حق الله قليل، قليل جدا اللي بيدافع عن حق ربنا، وهو بأن يدعو الإنسان إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فالإنسان عليه إذا تعلم التوحيد عليه أن يدعو من خلفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل بأن يبلغ بدأ بأقرب الناس له: وأنذر عشيرتك الأقربي. تبدأ بناس بيتكم وانت ماشي، يتوسع حبة حبة، الحلة وناس الغرية وعشوية ناس المدينة عشوية ثاني. لو ربنا أداك سلطة ممكن تدعو الدولة كلها. الله لو فتح لك مجال أدعو، ودي أشرف مهمة. بلدنا أزمتنا في البلد دي أزمة عقيدة والله. شفت التحليل والتضخم والاقتصاد وطار، والدولار طار وركة يطير يرك، بتحلوا لنا آية واحدة؟ الله قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهل أهل القرى وحدوا؟ أهل القرى أي غرية بتلقى فيها الجامع تلقاه أغبش، تلقى القبة مدنا أبو ماسك كل سنة بجددوا والجامع أغبش. يا ناس ما تدوا جامع بويا، يقول لك لا، ده حق الله. والقبة سنويا كل ما تجي حولية يدوها بويا جديدة أبو ماسك جديد، ولمبات لقينا هسه قبة مركبين فيه اللمبات هسه، ده ما ذاته ساعد في تدهور الاقتصاد. كهرباء في قبب، الميت ده مالو عنده غزل ونسيج، دار يشتغلوا بالليل مولع له لمبه، عنده مكنه خياطه، عنده شنو؟ ميت له 300 سنه، الكهرباء لزومه شنو؟ يا صوفيه، الناس دي ما عندها مخ، ما فكروا، ما عندهم عقول. زول ميت اللمبه لزومه شنو؟ بيستفيد منها شنو؟ كم كيلو داس في الشهر؟ دي هسه لو بس الزول اللي جاب الكهرباء اشتراه وركبها في القبه ده، لو اداه لزول مسكين ما كان أحسن له؟ ودي سيئات، ولعت القبة عملت لها أبويا، دي سيئات جارية تلقاها يوم القيامة. فأهل القرى ما آمنوا، الله قال نادوني براي. أهل القرى عملوا له جماعة، أمش بيجايبه هنا قريب حتى يسمى الشيكينيبة
فيها حفير بيشرب منه البهايم والبني آدمين والحيوانات كلهم سوا. في واحد هناك عنده عين واحدة طافية واحدة مولعة وعنده طاقية خاتيها بجنبها، ده قالوا الدنيا دي ما مالي عينه، ولو فتح عينه الثانية الدنيا بتنقلب. قلت له عليك الله بالله كده فتحنا الاثنين، والله تفتحنا الاثنين، تفتح خشمك ما بتعمل أي حاجة. ده قالوا قبل فترة طلع من قبره عمل له عملية لمرة وتاني خش راجع. يا ناس أسا الكلام ده لو قلت له طرمبة بتاع أمريكا ده بيصدق؟ ده دين التصوف، دين لا علاقة له مع دين النبي عليه الصلاة والسلام، دين يدعو الناس إلى عبادة غير الله. عشان كده ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، الله قال نادوني نادوا غيره. ما سمعت عبد الرحيم الزريبة في كتابه إناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل والسادة السادة أنا عبدا لكم نادى. ده عبد الرحيم الزريبة اعترف قال إنه عبد للسادة. في قصيدة ثانية قال ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا وما زال مسبولا على الناس تتركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهث عطشانا وقد فاض بحركم. قال فأنتم عيال الله والأمر أمركم، إذا شئتم شاء الإله وكلكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. شوف الجرأة دي على الشرك، وجرأة عظيمة على الله عز وجل. قال إذا شئتم شاء الإله، قدم مشيئة السادة بتاعينه على مشيئة الله تبارك وتعالى، وده نوع من الإجرام والشرك والكفر. ده المضيع البلد دي، قال مضيع شنو؟ ولو أن أهل القرى آمنوا وحدوا، يعني ما وحدوا، أي غرية فيها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل، أي غرية خش أي غرية عجبك الصلاة إن شاء الله نواصل بعد الصلاة. الآية التي ذكرناها والتي هي عنوان هذا اللقاء بل الله فاعبد وكن من الشاكرين جاءت ردا على سؤال أو ردا على المشركين الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وساوموه بأن يعبد معهم آلهتهم، والله عز وجل نهاه وقال له بأن يقول لهم قل أفغير الله تأمروني، وهذا الاستفهام كما قال العلماء للتوبيخ والزجر، فغير الله عز وجل عبادته لا تصح وعبادته باطلة. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، الله عز وجل قال له بأن يقول لهم أيها الجاهلون، فكل من دعاك إلى عبادة غير الله فهذا جاهل. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فكل من دعاك إلى غير الله عز وجل وإلى غير عبادة الله تبارك وتعالى فهذا جاهل، لأن الله تبارك وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل لهم يا محمد قل أفغير الله أي دون الله تأمروني، وفي قراءة تأمروني بالتخفيف، أعبد أيها الجاهلون. فعبادة الأصنام باطلة وعبادة الأنداد باطلة، وكل عبادة صرفت لغير الله عز وجل فهذه عبادة باطلة، ومن صرفت له لا يستحق هذه العبادة. قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فسبب الإصلاح وسبب الهداية والخير هو أن يعبد الناس الله تبارك وتعالى وحده، ده سبب الخير كله في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا قال الله عز وجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون
ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الذي يعبد الله تبارك وتعالى وحده وله رب واحد ومعبود واحد، والذي له آلهة شتى، هل يستويان مثلا؟ قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لذلك الله عز وجل ما جامل في هذه القضية آباء الأنبياء، وما جامل فيها نساء الأنبياء، وما جامل فيها أبناء الأنبياء وقرابة الأنبياء. نوح عليه السلام ولد وين وزوجة وين؟ مش في النار؟ ربنا قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. والخيانة خيانة الدين والعقيدة، ليست الخيانة الزوجية أو التي يظنها كثير من الناس أبدا، وإنما خيانة الدين والإيمان والتوحيد. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. عشان ما يجي واحد يقول لك أنا من الجماعة بتاعنا الليلة، يقول لك أنا جدي الرسول، أبو لهب ده ما عنده ترب؟ الرسول جدك؟ وطيب أعمالك دي الرسول بيرضاها ولا الله بيرضاه؟ أعماله كلها أعمال أبو لهب وأعمال أبو جهل، يقول لك جدي الرسول. يا زول اتق الله، أعمالك دي ما بتحل لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأتوني بأنسابكم يوم يأتي الناس بأعمالهم، قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أبو طالب وين؟ انت كده فكر شوية، دارين الزول ده يفكر معانا شوية. أبو طالب ده كان بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، مش بيدرسه في الشفع في الروضة؟ أبو طالب عمه وكان بيدافع عنه. أنا بديك واحدة تانية غير دي، قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذر مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ده عمه قال والله دينه ده أنا عارفه حق، لكن رفقاء السوء وأصدقاء السوء ما خلوا. لما انحضرت أبو طالب الوفاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبو طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. الجماعة قاعدين صناديد قريش والكفار وأبو جهل وغيره، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب تخلي دين أبواتك وتخلي دين جدودك؟ طبعا وتر حساس جدا، ضربوا عليه وتر حساس، دين الآباء ودين الأجداد، وربنا قال دين الآباء والأجداد ما عنده قيمة إذا كان مخالف القرآن والسنة. ربنا قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما عليه ما قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا بيعقلوا لا بيهتدوا، فما بتنفع قرابة. أبو طالب ده عم النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ده في جهنم. وأبو إبراهيم عليه السلام، ربنا قال عن إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، لحد ما قال له يا أبتي لا تعبد الشيطان. قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال ليه بتعبد يا أبوي لا بيسمع ولا بشوف ولا بيغني عنك شيء؟ وهذا السؤال نكرره اليوم لأصحاب القباب والقبور وأصحاب الطرق، لم تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم من الله شيئا؟ والله ما لا بيسمعكم ولا بينفعكم ولا بيضركم ولا شغال بيك ذاته، لأنه جوا هو عنده برنامج تاني. الزول لما يخش جوا بيبقى في رقبته، يقول لك لا يا بقبة أبويا الشيخ يا بقبة اللبنية أكتب لي حجاب من راسلة كرعية، وما يكتب لك كيف يعني؟ الله إلا تحول لك بالواتساب. وأبويا الشيخ يا بقبة بابا قصير اللحية القطايا تطير. ده كله دين، ما تفتكر دي أشعار. ما سمعت الصلاح رجال كسلة وسيد الحسن في كسلة ويم نادي نادي يا سيد الحسن أسدتاك المؤتمن ولا ذهبتاك المؤتمن؟ ذهبتاك كسل لما فيها وبا، ذهبتاك ما شفنا وين قاعد راقد وين بتشتغلوا متين. إذا كان عارف إنه في وبا جاي وما كلم الناس دي يبقى ما فيه خير، وإذا كان
ما عارف والوبا جاء وما قدر يعمل حاجة معناته كيسه فاض. لكن البوري ذي منه بعد ده ستي مريم وستي نفيسة والسيد الحسن وسوى و يا زول والله ما بينفعك. ربنا قال في القرآن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالقرابة ما بتنفع ما بتنفع. أبو إبراهيم في النار في النار. وكذلك ولد نوح عليه السلام. ونوح هو أول رسول إلى أهل الأرض كما هو معروف لدى الناس. دعا للتوحيد 950 سنة. 950 سنة دي شغال دعوة بس وما استجاب له إلا القليل. وده فيه تسلية للدعاة. تجي حلة الميكروفون شغال والمسجد فاضي جوا إن شاء الله تتكلم بس تخوض قدامك مكشاشة تكلم يا زول بلغ دير الله. في ناس بيسمعوا بيغادي في جن مسلم بيسمع يقول لك والله أنا قاعد اشتغلت في الحلة دي وما في زوجة. انت ما تشتغل الله بهدي الناس. الهداية من ربنا. 950 سنة الليلة يشتغل فينا 95 سنة منه. خليها 950 سنة. 95 سنة في زول يشتغل دعوة يقول لك والله يا أخي ما فيهم خير. وأدعو انت ما عليك بالهداية عليك بالبلاغ بس والبيان. أما الهداية من الله عز وجل فما تتضايق. والناس ما استجابوا الناس ما 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 قبلوا الدعوة ما تشتغل بيها الثمرة. ما الآن وبعدين يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي النبي وليس معه أحد. كده تخيلوا الموضوع ده نبي كامل يوم القيامة بيجي ما معه ولا زول. الحديث معروف في البخاري قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط 9 7 5. ده نبي كامل جاء في حلة آمنوا به 5 أنفار مرتين وراجل ولا المهم 5 أنفار 6 7 الرهط دون 10. قال والنبي ومعه الرجل والرجلان. في نبي معه 1 و2. قال والنبي وليس معه أحد. هل النبي ده ما بلغ؟ بلغ. لكن الناس راسهم ناشف يسوي لهم شنو؟ ربنا قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والآية دي ما للتخيير كما يظن بعض الجهلة وإنما هذه الآية للتهديد كما قال العلماء. إنت إذا آمنت بتلقى الجزاء الحسن وإذا كفرت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالقرابة ما بتنفع في التوحيد والعقيدة. والله هو مشرك وود نبي ده ما ود نوح أبو نبي ولده ربنا غرقهم على الكافرين نفعوا بحاجة ما نفعوا بحاجة. إذن المسلم عليه أن يتعلم التوحيد أول شيء. أول حاجة تتعلم التوحيد وما يضرك الناس كتار شتموك نبزوك ما يضر. بعض إخواننا يقول لك والله يا جماعة والله الشيء ده صعب والناس ديل والعادات تلقاه بجامل وما في ما في حاجة بتضيع دين الشاب ودين الفتاة كالمجاملات لأنه بعائل للمجتمع. مجتمع ده ما تشتغل. مجتمع ده شفت لو حلقت دقنك وخشيت نص الحفلة برضو ما بيرضوا عنك والله ما بيرضوا. والبيت لو اتبرجت ولبست بنطلون مش بنطلون لو لبست ليها شفتك يسنايلون ما بيرضوا. في جماعة أصلا بيقول لك لا لا الله يكسر النايلون ده واسع مفروض تضيقه شوية ما بيرضوا. في ناس شفت لو عملت أي حاجة لو كفرت بيا الله ده يقول لك والله كفرك ده ما زي بتاع لينين إلا تبقى زي لينين. يا ناس عشان كده الزول يوحد الله عز وجل ويتعلم الدين وما يخشف الله عز وجل لو متلاهي أمشي انطلق. الله بثبتك والله بيأيدك. لو كل الناس رفضوك والله عالم إنك صادق الله بيرفع ذكرك وبيرفع قدرك. لكن الخزي والعار إن الزول لما يشوف الشغلة ضيقوا عليه بجاي واحد يكون دار الزواج يعصروا بجاي يتحنن بعشرة يعصروا يعمل حفلة. يا زول الدين وينه والتوحيد وينه؟ فده تتأكد ده ما الاستقام استقام صحيح استقامة صحيح استقام أجوف. فالزول يتعلم ويصبر على الأذى. النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
ويبتلى المرء على قدر دينه، إن كان في دينه صلبة زيد له في بلائه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. قال: وما زال البلاء بالمؤمن حتى يجعله يمشي على ظهر الأرض وما عليه خطيئة. فداء سبيل الأنبياء ابتلاءات، بالذات في الدعوة للتوحيد، في الدعوة للتوحيد. وما نشب العداء بين الأنبياء وبين أقوامهم إلا من أجل هذا التوحيد. الله قال في القرآن أن الأنبياء لما جاءوا إلى أقوامهم وقالوا اعبدوا الله عز وجل واتركوا عبادة ما سواه، ربنا قال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفي ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: ليت جاي عشان تضللنا من الآلهة ابتعدنا، زي الليلة حزو النعل بالنعل. لما نقول للناس يا ناس وحدوا الله، يقول لك يعني خلي أبواتنا، يا زول أبواتكم ولا جزمكم؟ خلوا شنو يعني أبواتك؟ أبوات يم عبود طبعا. يقول طبعا الصوفي ما درويش ما فاهم حاجة، يقول لك نخلي أبواتنا، خلي أبواتك وخلي مراكيبك وخلي جزمك، خليها كلها. المسألة مسألة عقيدة ودين. دين أبواتنا ده مالو عيبوا لنا، دين كله مقدد، يعيبوا لك فيه شنو؟ وكله عيب. أول ما أخذ الطريق أول حاجة ركع على الشيخ، ده ما أسد ما أول خازوق، أول ما مسك الطريق ركع على الشيخ. والمرأة أول ما أخذت الطريق المبروك أخذت يده فاق رؤوسها، تعال الزيارة السنوية كل مرة. يا ناس مواضيع دي فيها مواضيع طويلة جدا، وفي أبواب تانية لو فتحناها ما بننتهي. فإن تعرف إنه الآن لما ندعو أهل البدع وأهل التصوف وأهل الطرق للتوحيد بيتحجج، يقول لك دين أبواتنا ده ماله وطرقنا دي ماله، والطرق الشايفة عينك دي كلها بلا استثناء كلها طرق إبليسية، كلها طرق إبليسية. الكلام ده قلته أنا؟ لا لا ما قلته أنا، قالوا رسول الله، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتلى الآية من سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيم. قال ده سبيل الله واحد مستقيم، وخط على جانبي خطوط معوجة، قال هذه السبل، وعلى كل رأس سبيل شيطان يدعو إليه. عرفت الطرق دي طرق شنو؟ طرق إبليسية كلها بلا استثناء. فما في زول يغشك يقول لك لا في تصوف كويس وفي تصوف ما ممدوح وفي بعض العلماء مدحوا التصوف، ياتوا بتاع ناس الحلاج. انت عارف الحلاج قال شنو؟ الحلاج قال: على دين الصليب يكون موتي. قال: ولا البطحاء ارجو ولا المدينه. الحلاج في كتابه ديوان الحلاج الصفحه 36 قال: يا من انا هو وهو انا، نحن روحان حللنا بدنا. قال برضو في قصيدته قال لي: يا من أنا أنت بلا شك، فتوحيده توحيدي وعصيانه عصياني. قال: يا ليت شعري لما أجلت إذا قيل هو الزاني. كلام ده عقيدة بتاعت وحدة وجود. ده دين السدفي وخير، ده دين الحلاج. وتاني ابن عربي، ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض، ابن عربي قال خضنا أنبياء، خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحل. فعلا اتخطوا بحر الشرك والكفر والإلحاد والزندقة، والأنبياء منزهين عن ذلك. وذاك برضو في ابن عربي ذاته قال: ما في الجبة إلا الله، وقال: ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. ده دين كويس؟ ده التصوف المحمود اللي بتقوله؟ ولا بتاع الجماعة حقنا الليلة همشي أقرأ كتاب سراج السالكين الصفحة 24 أو 124
114 قال لله ثمانية أولياء كمل، أربعة في اليمن وأربعة في السودان. سكت البتاع يعني اليمن سكت منه، ذكر في السودان. والله ما درنا شتمه عشان ما أقول بشتمه، ولا أنا ما درنا شتمه، لكن أنت شوف شوف أفعال الناس دي وبتستغرب أنت براك. قال منهم ضفع الله المصوبا، ويسمى عند أهل الله مصوبا الحضرات، وقد جر الشمس مع الملائكة 40 سنة. 40 سنة قال جر الشمس مع الملائكة، وربنا قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس دي ما جارينا ملائكة، أول كذبة الزول ده وقع فيها، وما إنت جاريها إنت زول تقدر شنو ذاتها. قال والثاني إدريس والدلارباب بفركة، أهم قالوا ربنا قال أكرم بفركة من لباس الجنة. قال ومنهم حسن وتحسون، أحيى الأموات بسره وملك من خزائن الأسرار ما ملك. ومنهم أحمد وتضي والبشير، ربنا ملك الكون 33 سنة ما نقصي وجنح بعوضة. في صفحة ثانية قال حتى أن ملك الموت إذا أراد أن يقبض روح مريد يستأذنه. ملك الموت لما يجي يقتل له زول قال بيستأذن أحمد طيب بشير، أسمع زول أن نشيل روحه، رأيك شنو؟ قول له شيله، لا لا ما شيله خليناه. يا ناس ده دين. وداك عبد الرحيم الزريبة في كتابه مرض ما بننساه، يا زول هوي ده الخازوق الكبير، وده سبب البلية والنكسة في البلد دي. الآن شفت الصفوف والبنزين اللي في الصف والعيش اللي في الصف والرصيد اللي حيبقى في الصف، السبب الشرك والبدع الذي ينشره أهل هذه الطرق الباطلة. في كتابه ليك سلام مني، قال مصطفى عركينة مع ودعالي المكروم وتتل فلات القلب العود مفهوم، ده من شجرة قطع له عمل بني آدم، عمل لبني آدم. يا ناس ده لو قلت لي أي كافر في الدنيا ما بقول لك أنت مولانا شارب لك شربوه مبيت، والله بيستغرب. وده دين عند الجماعة دي، ما تتخيل ده كلام بس إنشائي، لا ده دين وعقيدة وبيمدحوه وبيلحنوه وبينشروه، ونحل من النجر يرد عليه وبيزعله. لا لا ما تزعل يا مولانا، أنت ما تخلي أخلاقك سياحية زي ما بقولوا الجماعة، خلي أخلاقك، نحن بنقول لك خلي أخلاقك زي أخلاق النبي وقوي بالك. ما ده كلام قلته لابد ننقضه لك، مش في نقد رياضي ونقد فني ونقد سياسي ونقد ديني، ده نقد دين ننقض لك الجماعة دي بالكتاب والسنة. فده الدين اللي بينشره الجماعة دي، ويخالف ما أمر الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام. أنت لما تأمر الجماعة تقول لهم أعبد الله، يقول لك يا زول تعال والله قبة أبونا فلان دي جابت موية، هقول جابت موية أجي أشرب ولا أعمل شنو؟ ولا قبة طلعت موية، ما تطلع يورانيوم، أنت مطلع موية ليه؟ نيل ازرق ونيل ابيض، وده قالوا بهناك قبره طلع ريحه سمحه، ما يمكن في زول دفق له صندليه، انت بتلعب علينا يعني ولا شو؟ ولا يمكن وزات ما معروف الشغله دي ما بجاوبك. فيا ما ده كله من الباطل الذي ينشر، ونحن بنحاربه والله ديانه لله. ما تفتكر انه نحن جايين الافكار دي بنحاربه ونجي الكلام ده نقوله في الجامعات عشان الطلبه، الجامعات دي بتلم الطلبه من جميع الولايات، بعد ذاك يمشوا يبلغوا اهلهم، الزول اللي عنده ابو صوفي ولا عنده ابو خال ولا عمه يمشي له بالراحة يا أبوي، الله يشهد واحد زائد واحد يساوي اثنين، الشيوخ دين ما عندهم لك حاجة، والله قال في القرآن ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر بالتي أحسن بالأسلوب الكويس، الله إذا هداه تكون لك الأجر والثواب. فالمشركين جل النبي قال تعبد معنا آلهتنا عام ونعبد معاك آلهتك عام، ربنا قال له قل لهم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. ده الحقنا، بل الله فاعبد، العبادة لله براه، ما ملك ولا نبي ولا رسول ولا صالح ولا طالح، ما العبادة حق الله براه، إياك نعبد وإياك نستعين. فالكلام طويل، وأنا شايف الشيخ أحمد جاء ومفروض هو المحاضرة ذاته يقوم بها، لكن قدر الله. الشيخ أنا أتفضل، جزاكم الله خير، السلام عليكم.